بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وزدنا علما وعملا وفقها في الدين. أحبتي الكرام، لماذا نذكر المؤمنين والمسلمين بالإيمان بالله سبحانه وتعالى؟ وذلك لأن الله جل جلاله يقول: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله. فكيف لا يحتاج المسلم وكيف لا يحتاج المؤمن إلى أن يذكر بالإيمان بالله عز وجل؟ فكثرة المنسيات والملهيات والغفلات قد تهلك الإنسان، وقد لا يدري أين هو وأين موقعه في الحياة وما هي رسالته. يقول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومن أعظم بالله سبحانه وتعالى، بل كانت هذه وظيفة الأنبياء والرسل كما هي وظيفة الملائكة. فقد بعث الله سبحانه وتعالى الأنبياء والمرسلين ليذكروا الناس بالإيمان بالله عز وجل. وليس هذا فحسب، يقول سيدنا عمر رضي الله عنه بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذ طلع علينا رجل شديد سواد الشعر، شديد بياض الثياب، ليس عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. يعني لو أنه معروف أنه من منطقة قريبة أو أنه مسافر جاء، فلا أثر السفر ظاهر عليه ولا هو من المناطق القريبة. فمن هذا المتمثل بصفة إنسان؟ وبدأ يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام، فسأله عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله. وإن شاء الله هذه سلسلة متواصلة سنمر عليها، على جميع أركان الإيمان الستة. شاهدنا أحبة الكرام، لما ذهب الرجل طلبوه فلم يجدوه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم، أتاكم يعلمكم طريقة السؤال والأدب والاحترام مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن جبريل رئيس الملائكة يتمثل في صورة إنسان حتى يعلم المسلمين ويعلم العباد ويعلم البشرية الإيمان بالله سبحانه وتعالى. يا أحبتي الكرام، اليوم هناك غفلة هائلة وكبيرة جدا، بل هناك من يحاول أن يصل إلى إيمان الشباب والأطفال عبر وسائل شتى وإغراءات هائلة. ولذلك فمسؤولية الدعاة والعلماء والآباء والأمهات ومسؤولية المربين على اختلاف مهامهم من المعلمين والمعلمات والمحفظين والمحفظات، يجب عليه أن يحدث الأبناء عن الإيمان بالله سبحانه وتعالى، ويقوي صلتهم بالله وبأسماء الله الحسنى. إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. أحصاها أي فهمها وآمن بها واعتقد بها، واعتقد بها ودعا الله بها، وكذلك حفظها ودعا الله بها، يدعو الله بأسمائه الحسنى. وواجب على الإنسان أن يتعرف على صفات الله عز وجل. فإذا ذكرت من أسماء الله وذكرت الرحمن وذكرت الرحيم، تفهم
الصفة من هذا الاسم. فمن صفات الله المشتقة من أسمائه الرحمة، فكيف أجمع بين رحمة الإنسان ولله المثل الأعلى والرحمة التي لا مثيل لها بين البشر، رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، وربنا قال عنه بالمؤمنين رؤوف الرحيم، وهذان اسمان من أسماء الله الحسنى، فكيف هما في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف هما في حق الإنسان، وكيف هما في حق الله سبحانه وتعالى؟ في حق الرسول عليه الصلاة والسلام دعوته وحرصه، فما خلق الله أرحم من محمد صلى الله عليه وسلم، ولا وجد في الخلق أرحم بالخلق من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يعني يأتي الرجل شديد القسوة ويجذبه من ردائه ويقول له أعطني مما أعطاك الله، وما زال يعطيه ويعطيه ويعطيه حتى يقول الآن رضيت، ما يرضى بالسهل، حتى هم الصحابة بأخذه، شيء لا يطاق، شيء يعني لو تشوف الموقف والرسول يبتسم ويترفق بهذا الإنسان، لأنه لو لم يكن هكذا ماذا نفعل بالآية وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين؟ ما نستطيع نخفيها ولا نستطيع نحذفها، فلازم يصير توافق بين ما ذكر الله وبين الحقيقة والواقع. ويأتي رجل يطلب من الرسول عليه الصلاة والسلام فيقول له اذهب لك ما بين الجبلين من الغنم، فيحصي يا رسول الله هذا لي، يعني هذا أكرم الناس ما يعطي هذا الرقم ولا هذه الرؤوس، يعطي 200 رأس من الغنم ويعطي لهذا 300 رأس من الإبل. فسئل أجواد العرب الذين كانوا يتفاخرون، ذبح لثلاثة أضياف 3 رؤوس من الإبل، لكل واحد ذبح بعير، فقيل له يكفيهم بعير واحد، خروف يكفيهم. قال نظرت في وجوههم فإذا بكل واحد من قرية، كل واحد من قبيلة، فأردتهم أن يذكروا ذلك بين العرب أنه رحنا والله وذبحلنا كل واحد ذبحلنا رأس، لكن تعال إلى الرسول عليه الصلاة والسلام 300 رأس، ماذا حصل؟ قال جئتكم من عندي أكرم خلق الله، جئت من عندي رسول الله يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. يعني ممكن واحد يقول لك خلولنا كم رأس على جنب، يعني 300 كثير لواحد، شايف؟ قال هذا عطاء وما ترك شيء. وكانت عطايا الرسول عليه الصلاة والسلام، نتكلم عن رأفته ورحمته وبين المقارنة، كيف الله له الصفة المطلقة وكيف هي في حق النبي عليه الصلاة والسلام، كيف هي بحق الكرماء والناس العاديين. قال فجاء بعشيرته وقبيلته، فكان أسلوب النبي عليه الصلاة والسلام أسلوب تشريعي، يعني حاشاه من الإسراف. وماذا يفعل بمدح الناس؟ ماذا يفعل بمدح الناس عليه الصلاة والسلام؟ إذا الله مدحه فمن يستطيع أن يفي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ماذا يليق بمقام الرسول من الشعر عليه الصلاة والسلام؟ كل الشعراء الذين وقفوا أمام هذه الصفات وجدوا بأن الرسول عليه الصلاة والسلام كما قال ابن عباس، قال وذكر صفات الأجواد والكرماء اللي شافهم واللي سمع عنهم في قبائل العرب، قال هو أجود الناس، ما وفت كلمة قليلة بحقك يا رسول الله. قال كالريح المرسلة، كالريح المرسلة، قال لولا أنها، يعني كلمة لا للنفي تستخدم، لكانت لاؤه نعما، نعم يقول نعم حتى في كل شيء يقول نعم ولا يرد سائلا. في حق الله، الله لا يقارن جل جلاله بصفات البشر، وله المثل الأعلى، ليس كمثله شيء.
فأنا كإنسان إذا أرى المريض ممكن أبكي، أسمع قصة فقير فأحمل من المال وأطعم هذا، ماذا يحصل عندي؟ أنا أسكن الألم في قلبي لما أساعد واحد مريض أو محتاج، إذن أنا مستفيد، أنا استفدت. وكذلك حتى الله ما يوقعني بهالمرض ولا أقع بهالفقر ولا بهالحاجة، أنا صاحب مصلحة برحمتي، رحمتي بولدي أنا مستفيد، رحمتي بأهل بيتي أنا مستفيد. لكن الله ماذا يستفيد من رحمته بالخلق إلا أنها صفة مطلقة، صفة كاملة في حق ذات الله سبحانه وتعالى. فهكذا يكون إيماننا بأسماء الله الحسنى، وهكذا يكون إيماننا بصفات الله سبحانه وتعالى. كيف أستفيد من هذا الدرس اليوم أحبتي الكرام؟ أستطيع أني أقوي إيماني بالله عز وجل بقرآني بتلاوتي. سبحان الله، الطاقة التي لا تستمد طاقتها من شيء، اقرأ القرآن تنزل عليك الرحمة وتنزل عليك السكينة وتنزل عليك الطمأنينة وتحفك الملائكة، والملائكة تستغفر الله لك. حتى الصحابة لقوة إيمانهم رأوا الملائكة مثل المصابيح بين السماء والأرض عند قراءتهم القرآن. اليوم لو واحد جالس وحده في المسجد أو قام الليل وفتح المصحف وتحرك شيء حواليه ممكن ينجن. حتى كان في واحد يدعي أن يصير له كرامة وبده يشوف ورايد يعني، فحصل شيء وهو مستنفر بهالحالة أنه رح يطلع له شيء، ففقد عقله انجن. بينما حذيفة في المسجد أرسل الله له ملك وعلمه الثناء على الله، فذكر يا رسول الله ما شفت أحد، قال ذاك ملك جاء ليعلمك الثناء على الله. هل انجن؟ ما صابوا شيء. أسيد شاف الملائكة، العباس شاف جبريل جالس مع النبي بصورة إنسان، قال أرأيته؟ قال يا ابن أخي أنا عم بنتظرك وأنت ما تلتفت إلي. العباس كان شديد الغضب، يزعل بسرعة، فيدلل على النبي عليه الصلاة والسلام أنه أنا عمك أنا عمك أنا عمك، يطلب المال يطلب كذا. فالرسول يراعيه ويكرمه، وكان له من الشهامة في عتق الرقاب وفي فداء الأسرى ما سطره الإسلام له وحفظه له. فقال جالس مع هذا الرجل ومن كم ساعة ولا التفت، قال أرأيته؟ قال والله ذاك جبريل، أنا قاعد مع جبريل وهو يوحي بأمر الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول ما كان يهمل جلساءه عليه الصلاة والسلام. شاهدنا أحبتي الكرام بأن هذه المواقف تزيد الإيمان بالله سبحانه وتعالى، فتنزل السكينة على الحاضرين، والله يستجيب دعاءك، فتقول والله أنا برمضان داعي هذا الطلب. فكان أحد الصالحين يقول والله حوائجي ما تتأخر عن شوال، وناس يقولوا شهرين، وناس حسب الظروف. يعني كما قلنا بأن الدعاء ما تقدر تحكم على الله، الله هو يقدر ظرفك. لكن هذا الرجل الصالح يقول والله ما كانت تتأخر عن شوال، اللي خزناه في رمضان حصدناه في شوال. وكان العلماء يقولون، ونحن مقبلين على الأشهر الحرم، يقولون كنا نستودع ونؤجل دعواتنا اللي فيها ما فيها من الإلحاح على الله، نأجلها ليوم عرفة فلا ترد. هذا من الإيمان بالله سبحانه وتعالى. لا يستحسر الإنسان يقول دعوت ودعوت، بل يزداد. بل إن أعظم فرصة إيمانية تزيد إيمان الإنسان أحبة الكرام والله الذي لا إله غيره، هي ليست الكرامات اللي تجرى على أيدي الصلحاء الخواص، وإنما ما أذن الله لنا من تلاوة قرآنه وكلامه، وما أذن الله لنا من دخول بيته ومن صلاة الجماعة. يوم أنت تصلي والله الذي لا إله غيره، هذه أكبر كرامة وهبة من الله عز وجل، وأنت عايش بهذه الطهارة وبهذه النظافة. كذلك أحبتي الكرام الآيات الكونية، وهناك سورة اسمها النحل، شان إيش يا أحبتي؟ سورة اسمها النمل، شان إيش؟ ذكرت الذبابة في القرآن، شان إيش؟ هل حتى تمر هكذا القصة؟ الذبابة إلها عينتين فيما نرى،
كل عين فيها 2000 عدسة، ولذلك تجيها يمين الطير وتجيها يسار الطير وما تنمسك. كيف تشوف 360 درجة عندها كاميرات تصوير مثل عين الإنسان اللي هي عينتين؟ فهو من اللي خلق هذا المخلوق؟ أين أجهزة النحلة اللي تستخلص فيها الرحيق وتحوله إلى هذه المادة؟ ثم هي ليست مادة واحدة، شراب مختلف ألوانه. أين يكمن جهاز اللاسلكي والبث المباشر؟ تسافر 8 أميال وترسل إلى الخلية إشارات، لا معها تليفون لا معها جوال، ثم ترى الخلية كلها جاءت وحضرت إليها على مسافة 8 كيلومتر. أليست هذه آية الله ذكرها في القرآن حتى الإنسان يقول من خلق النحلة؟ هذه ليست عبث أحبتي الكرام. ولذلك هناك علم عند الأطباء ما يتخرج الدكتور والطبيب حتى يدرس علم وظائف الأعضاء. علم وظائف الأعضاء يعني هالعين هذه شو شغلتها؟ هذه مشان تأكل منها ولا تشوف فيها؟ الأذن، شفت واحد يصب الأكل بأذنه يشرب من أذنه؟ هذه للسمع، هذه شغلة الأطباء. ثم نحن نطرح السؤال على مستوى العالم، لماذا خلقك الله؟ وإلى أين المآل؟ هنا وظيفة الأنبياء والمرسلين حتى يوصلون إلى الله سبحانه وتعالى، وحتى نعيش نحاسب أنفسنا على كل شيء نفعله على وجه الأرض، لأن الملتقى عند الله سبحانه وتعالى في جنات عدن عند مليك مقتدر. نسأل الله لنا ولكم الثبات، نسأل الله أن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ادعو دوما بهذا الدعاء، اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، عليها نحيا وعليها نعيش وعليها نبعث إن شاء الله من الآمنين. جزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.